يا ريتني اقدر احضنك، انا كثير تألمت وقت اجيت لقيت صالي شبه فارغة. كثير ناس مفكرين انه هو الزمان متوفي. هذا الرجل كان الاكثر موهبة فينا كلياتنا بالمسرح الجامعي. اكيد الصح او الواجب كان الكل يشارك. الوفاء قل كثير كثير بين شخص واخر، يعني انا تفاجأت هلا ما في حدا اجى من زملاء الفنانين. المجتمع كله فسد. الله يرحمه. صبحي خسارة كبيرة وخسارة من زمان، لأنه مرض وظل فترة طويلة. أبو فراس كان شخصية عظيمة، يعني أنا بختصر أنه هذا الرجل كان الأكثر موهبة فينا كلياتنا بالمسرح الجامعي. هو قبلي، وأنا تعرفت عليه باتحاد شباب الثورة بإحدى المسرحيات، وما شو بدي أحكي عنه، يعني هذا أخ وصديق ورفيق درب وحبيب. صبحي يعني كانت علاقتنا ما علاقة أخوة كاملة، وبتعرف أنت كان نشاط المسرحي بهذيك الفترة نشاط صادق ونشاط يعني هو اللي أظهر موهبتنا جميعا، ولكن رد بصر أنه هو الأكثر موهبة وهو اللي علمنا. وبنفس الوقت كان موجود الله يرحمه محمد حوراني كمان، والله يرحمه عبد المسيح نعمي، يعني هذول الثلاثة هن اللي أسسوا مسرح جامعي، مو نحنا. نحنا أجينا لعندهم وجابونا واحتضنونا، وبعدين صبحي من أقرب الأصدقاء والأحباء إلي. مو بس هو، نتيجة هذه العلاقة بيني وبين صبحي صارت العلاقة أسروية، يعني صار أهله أمه وأبوه الله يرحمهم، أمه كان كتير صديقة أمي الله يرحمها، ويجوا ويتذكروا، لأنه أهلي نعم نحن سوريين، بس أهلي بالمنطقة الجنوبية، أغلب المنطقة الجنوبية كانوا بفلسطين يشتغلوا بحيفا، فأهله لصبحي حيفاوية من حيفا من ساحة الحناطير، فولد صداقة بين أهلي وأهله، فتصور لحد وين، يعني ننام عند بعض أصدقاء صبحي. ياما هذا بيتنا اللي نحن ساكنين، وهذا فيه أثر من صبحي. كلنا على الطريق، بالنتيجة هذا الرجل رحمة الله عليه من زمان، يعني هو الله يرحمه كان طيب، وعلاقته مع الجميع علاقة إنسانية وعلاقة محبة. بعمره صبحي سليمان ما أذى إنسان، جميل كان صبحي الله يرحمه أبو فراس ويخلي له ويخلي هالشباب، يعني هدول بالنتيجة هذا النتاج الحياتي هل رب العالمين عطاياه، أنه عنده فراس وعنده مجد وعنده بناته، الله يحميهم جميعا ويحمي أحفاده. صبحي كان رائع. هلأ شو بدنا إعلاميا ما إعلاميا، المجتمع كله فسد فسد فسد. أول شيء بدي أترحم على روح المرحوم الفنان صبحي سليمان الله يرحمه، وبدي أعزي أسرته وعائلته وأبنائه، بدي أعزي أسرته الفنية، الأسرة الكبيرة الفنية اللي عرفناه كفنان حاضر على خشبة المسرح القومي بعروض كتير بتبقى في الذاكرة. يعني صبحي سليمان فيني يقول عنه هو أحد الممثلين اللي بيذكرونا بالزمن الجميل. فنان بدأ بعروض بالمسرح الجامعي، أكيد كان من الطاقات الواعدة بفترة من الفترات، وبعدين بعروض اللي قدمها أو بمشاركاته بالمسرح القومي. لا شك فنان كبير، فنان أنا من الناس اللي شافوه على المسرح بتذكر حضوره، فنان له يعني خليني أقول أثر طيب بعروض قدمها، أخلاقه مهنيته، مشان هيك أكيد مؤلم ومحزن رحيل يعني الفنانين اللي دائما منتذكرهم بأثرهم الطيب. كنا منتمنى وأكيد الصح والواجب كان الكل يشارك، أصدقائه الناس اللي عرفوه، حتى الناس اللي عرفوه على المسرح أو عرفوه بالدراما. الله يرحمه والعمر لكم، عظم الله وأجركم. خسارتنا كتير كبيرة بالفنان صبحي سليمان. أقول إنه قلة قليلة اللي الآن بقيان على موجودين هون بسوريا اللي كان على علاقة فيه ممتازة،
الجيل الجديد ما حدا بيعرفه لأنه هو صار له فترة طويلة منقطع عن الوسط الفني بسبب مرضه. أنا وصبحي سليمان أبو فراس جيران بمخيم فلسطين 14 سنة، الباب على الباب، اشتغلنا سوا، قعدنا سوا، حتى وقت تزوج أنا كنت حضران عرسه، الله يخلي له أولاده كلهم هلأ بالمغترب، ما في موجود حدا منهم، وللأسف أنا زعلت أني أولاد أخوه أولاده بعرفهم منيح، ما شفت حدا منهم كلهم خارج سوريا، خارج من سوريا من زمان بحكم المهن العمل الدراسة إلى آخره. في شغلة كتير مهمة، هو اللي أسس المسرح الجامعي الجديد اللي هو تخرج منه سلوم حداد، بسام كوسا، عباس النوري، نزيه سرحان الله يرحمه، رشيد عساف، هو اللي جاب هالشباب، هو وهو اللي كان يعمل ويركض ليعمل عرض مسرحي، هذا الحكي بفترة السبعينات، وهذا الشيء اللي ما حدا كتير بيعرفه، بس بيعرفون الأسماء اللي ذكرتها كلهم بيعرفوا هذا الحكي تماما. هو اللي جاب حسن عويتي ليخرج المسرح الجامعي، فواز ساجر الله يرحمه للمسرح الجامعي، نائل الأطرش للمسرح الجامعي، هو اللي كان يعني مثل ما يقولوا حلقة الوصل والدينامو تبع المسرح الجامعي. وقت اجى النشاط التلفزيوني انتقلوا كلهم للنشاط التلفزيوني وانتقلوا للمسرح القومي، واشتغلوا كتير وتعبوا حرام، ويعني صبحي سليمان الناس اللي عانوا وكافح. ب 2004 مريض، اشتغل اعمال خفيفه، بعدين للاسف صحته ما عاد ساعدته الله يرحمه. شو بقول له هلا لو كنت موجود يا ريتني اقدر احضنك، كتير مؤلم لنا نحن الحقيقه. انا كتير تألمت وقت اجيت لقيت اتصالي شبه فارغه. الله يرحمه يا رب، يجعل مأواه جنة يا رب. علاقة قديمة كتير بينه وبينه، صحيح أنا شغلي بالموسيقى والغناء والموسيقى التصويرية، ولكن علاقتي مع الدراميين كانت أكثر من علاقتي مع الموسيقيين والمطربين، علاقة قديمة كتير كتير، فكنا شلة كتير مقربين لبعضنا البعض، نسهر مع بعض، نحكي مع بعض، نضحك مع بعض، في أعمال كتير شاركت فيها معه الله يرحمه، مع الأستاذ رشيد عساف وعباس النوري وسلوم حداد، هاي الأصدقاء دول اللي كل واحد صار نجم الحمد لله أنه صار نجوم كبار، ولكن هو مسكين وقع بمرض من أكثر من 20 سنة. الوفاء قل كتير كتير بين شخص وآخر، بين علاقة وعلاقة، بينما في علاقة مينك علاقات متينة جدا بين الأصدقاء وبين الإخوة وكذا، عم نفقد هذا الشيء بشكل ما بعرف يعني طبيعي شو بدي احكي. بقول انه عدم الوفاء انه كان مساير الكل وصديق الكل، كل الفنانين، يعني انا تفاجأت الان ما في حدا اجا من زملائه الفنانين وغير الفنانين الا قلنا من الناس، لكن الحمد لله عند رب العالمين ما بيضيع شيء. ما بدي اقعد برر لرفقاتنا الممثلين ولا ليش ما اجوا اليوم، لانه انا هلا جيت من موقع التصوير لهون دغري، يعني بدي اعذر البقيه، لأنه دائما نحاول نلاقي مبررات لرفقاتنا، لأنه إذا مفروض ما يقصروا بهيك مواقف وهيك ظرف. بس يعني صبحي الله يرحمه هو كان جيل المخضرمين السابقين لهذا الجيل اللي طلع، بعدين غيابه فترة طويلة عن الساحة يعني ما صار في هالكونتاكت بينه وبين بقية الزملاء، يعني أنا بقول هذا كمان سبب من الأسباب. يعني اليوم لما كنت أنا بالتصوير وعم نحكي في عالم كتير الله يرحمه توفى هلا، بس مفكرينه متوفين من زمان، يعني كتير ناس مفكرينه أنه من زمان متوفي، استغربوا أنه لا أنه ساعته كان عايش، أنه غيابه فترة طويلة عن الوسط الفني هو اللي عمل هذه القصة.